صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأربعاء 21 حزيران 2022. ضيفي في هذه الحلقة الوزير السابق العميد مروان شربل. صباح الخير عميد وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك وللمستمعين واللي عم يشوفونا هلا. أهلا وسهلا فيك. يعود الملف الرئاسي اليوم من جديد إلى الساحة مع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. المهمة تهدف إلى مساعدة لبنان في حل معضلته الرئاسية مدعمة بمحادثات داخلية وخارجية دون أن تصل إلى خواتيم سعيدة. فهل سيكون الموفد طويل البال هذه المرة في جمع الأضداد للتفاهم والحوار؟ وماذا بعد جلسات الاستماع في قصر الصنوبر بعد فشل التوصل إلى حوار داخلي؟ وكيف سيتم توسيع هوامش التسوية التي تستعد فرنسا لتحقيقها؟ وهل تتمسك فرنسا بمبادرتها السابقة أو ستقدم نسخة ثانية من المبادرة أو نيو مبادرة سياسية؟ هل هناك طرح جديد يحمله معه لودريان وهو المرشح الثالث خارج فرنجي أزعور يكون توافقيا؟ ومن هو الاسم المرجح؟ 48 ساعة يظهر الخيط الفرنسي الأبيض من الخيط الأسود ويفرغ مبعوث الإليزي ما في جعبته. طبعا يعني عميد حول هيدا الملف الكتير يعني اخذ حيز كبير من النقاشات، وكل يوم منقوم وبنرجع بنحكي بالرئاسة لعله وعسى انه يتحقق يعني هيدا الموضوع. ولكن انتظرنا جان إيف لودريان حتى يجي على بيروت، قديش هذه المرة رح يكون طويل البال ورح يرجع يتسمع من اول وجديد على الفرقاء السياسيين؟ وهل رح يطلع بنتيجه برايك بنهايه المطاف؟ هلا ما فيني اقول طويل البال لانه ما في مساعده بدون مقابل، يعني حتى لو فرنسا او دوله ثانيه انها تساعدك، مش الولايات المتحده عم بتساعد الجيش، ما في شيء ببلاش، في شيء بيبقى مخطط له. هلا فرنسا هي بتعتبر انه لبنان هو الحاضنة لها بالشرق بكل صراحة، وهي اللي عملت هالكيان اللي موجود اليوم من وقت الانتداب لحد هلا، وبتعتبر انه لبنان هو خاسرتها اللي بالشرق، خاصة بين كل الدول العربية والدول الخليجية. مش هون المهم. اوكي فرنسا بتعمل مصلحتها، مشكلتنا نحن مش عم نعمل مصلحتنا وعم تستغل هالظرف وعم بتفوت فينا فرنسا، ومش بس فرنسا والدول العربية كلها وأمريكا كمان، ما في واحد بيطلع إلا ما ببل إيده فينا، لأنه نحن خسرتنا رخوة، لأنه نحن مش متفقين مع بعضنا. نحن هني برا حاسين إنه هالإكيب اللي موجود هذا ما بيبني دولة، بيبني أشخاص، بيبني على أشخاص قادرة تسيطر بمحلات معينة، كل واحد فاتح دويلة صغيرة على حسابه، نحكي بكل صراحة. هيدا جديد، دويلة صغيرة على حسابه. طبعا على حسابه. هلا منفصل فيها. بنفصل لك ومش مشكلة بقى. أنا ما بستغرب إنه إذا اليوم فرنسا راحت مش موفقة تيجي دولة تانية، بكرة يمكن تيجي الصومال. ما حدا بيعرف، يمكن تيجي بكرة، مع احترامي لكل يمكن لكل بكرة تيجي اليمن لعنا وتساعدنا وتشوف شو بدنا، أو سلطنة عمان بما أنه هي عم تعمل وسطات يعني. لا لا نحن حتى نحن يعني كتير علينا أنه هالدول المهمة أنها تساعدنا. لا خلي شي دولة هيك سميت لك يون. طيب بكرة ليبيا يعني يمكن تيجي لعنا تساعدنا. طيب ولكن اليوم يعني مجيء جان إيف لودريان له هدف معين وهو مساعدة اللبنانيين على الوصول يعني أو حل معضلة هذه الرئاسة، رح يستمع لألون اليوم برأيك الأفرقاء السياسيين بأي حوار رايحين يعني يتحدثوا؟ هل بتمسكهم كل بمرشحه رايحين يطرحوا مبادرتهم، أم هن منفتحين على أي شيء جديد أو تفاهم جديد؟ لكن بدي لك شغلة، أي ونحكي بكل صراحة، بالنسبه للفرنسيين بيعتبروا هن انه الحلقه الاقوى اليوم على الساحه اللبنانيه هو حزب الله وبالتحديد الثنائي اليوم اللي موجود امل وحزب الله. هن بنظرهم اي شخص بيوافقوا عليه هن بايدوه، بيعتبروا انه هذا ممكن يمشي او ممكن يقنعوا الافرقاء الباقيين
انه ينمشى فيه. ما بيقدروا الفرنسيين ولا غير الفرنسيين يقدروا يفرضوا على مجلس النواب بتركيبته الحاضره اليوم العجيبه الغريبه. يعني في ما بعرف كم فئه قال في شيء 6-7 فئات 8 فئات قد ما بدك بقى ما بيقدروا يفرضوا رايهم على مشان هيك راحوا على امل وحزب الله لانه هودي الوحيدين اللي مبينين انه متكتلين هلا متكتلين ودائمين التكتل يعني من زمان وجاي صحيح ثابتين يعني اذا بدنا نجي نروح على القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر جماعتهم المصيبه طيب. بالنسبه لهم انه سليمان فرنجي هو مصيبه بالنسبه لهم هلا اي واحد بايدوه ما لا نفترض عم بحكي غير الثنائي الشيعي فرنسيين بيمشوا فيه وما بيطلعوا ببقيه الافرقاء بيمشوا على اساس انه هيدا ممكن طيب. انه يوصل لرئاسه ولكن هؤلاء الافرقاء اليوم رح يقولوا له للفرنسي للموفد انه صارت جلسه لانتخاب رئيس وفي فريق اعطى 59 صوت لمرشح وفي فريق نال 51 صوت لمرشح يعني يمكن الخارج بيتعاطوا شوي مع الوقائع والارقام اما لا هيدا ما لها دلاله كبيره يعني ليك بدي اقول لك شغله هني بيعرفوا انه في فريق بحط فيتو في فريق واللي صاير اليوم انه الفريقين اللي مقسومين اليوم بسمون الممانعه والمعارضه مع انه المعارضه مش متكتله يعني شفنا طلع منا اصوات ثانيين بينما الممانعه عطيت 51 صوت هونيك 59 صوت هلا هني بيروحوا دائما نحو الشيء اللي الثابت يلي بنظرهم انه هودي ثابتين اكثر من هوديك مشان هيك دخلك لو اللي اخذهم الوزير بارود او اللي اخذهم جوزيف عون واحد لو يصبوا كان اخذ اكثر من 65 جهاد ازعور فاذا في شيء بمجلس النواب في اشخاص كثير بمجلس النواب اذا جيتي تساليهم بدهم حوار لحتى يطلع رئيس جمهوريه على القليلة مأيدينه 86 واحد مينيموم 86 حتى ينجح لأنه نفترض إجا الوزير الفرنجي بهالجو اللي نحن فيه إجا هل أنه بيقدر ينجح إذا البقية اللي ما انتخبوه عرضوه بالحكومة وما دخلوا بالحكومة لا ما رح ينجح ولا رح تكون سهل كتير يعني أمل حزب الله ما بيقدروا يقدموا له كل شيء لأنه مشكلة الدولة بيساعدوه ونفس الشيء بالنسبة لهوديك لو طلع جهاد أزعور من هلا عم بقول لك إنه ما بيقدر يألف حكومة مينيموم ما رح يكون فيها ولا شيعي فيها تتألف الحكومة بقى بنظري أنا إنه لازم يكون في حوار وتفاهم وهمشين هيك جاي اليوم لدريان حتى قاعدون على طاولة صحيح لا يعمل حوار بجعبته مثل ما أنا بعرفه أنا أكيد منه من مرجع إنه ما معه اسم مش جاي يطرح اي اسم لا جاي لحتى يشوف خي شو الطريقه اللي لازم تستعملوها لحتى بتجتمعوا عنا بتجتمعوا بلبنان او بتجتمعوا مثل ما اخذوهم بالزمان على فرنسا هيدا اللي جاي يطرحه إيه؟ يعني اليوم جان ايف لوديون انه في نو مبادره هل بعده يعني هو ما بعرف يمكن بعد كلامك فهمنا انه ما في تمسك 100% بالمبادرة الفرنسية في تطوير لهذه المبادرة صحيح. مش انه القائمة على اسم فرنسي صحيح ما فقط. عندهم اي اسم وهلا بتشوف اذا هلا هو منه جاي هلا انا باكد لك انه بعدهم مثل ما قلت لك انه امل وحزب الله مأيدين سليمان فرنجي هن بعدهم ميالين لسليمان فرنجي بس بهذا الاجتماع اللي بده يصير بدهم يمكن يقول لهم خيي طيب ممكن نتفق على اسم ثالث على هلا ما راح يطرحوا اسم الثالث بس الفكره الفكره اذا الاغلبيه اوكي على الفكره على الاسم الثالث حيعمل تقرير على فرنسا يعمل تقرير راح يقول لهم انا توصلت لنتيجه كثير مهمه انه ما بقى مكبشين لا المعارضه ولا الممانعه باللي مرشحينهم
قادرين او قابلين يعملوا اسم يعني ان شاء الله نقدر نرجع نروح بحصيله معينه من لبنان، لانه حسب الافرقاء يمكن كل واحد بده يقول عن مرشحه. اليوم نحن بانتظار ماذا؟ بانتظار الخارج، الحراكات يعني الفرنسيه اللي عم تحصل مع السعوديه الايرانيه السوريه لتمهيد وتعبيد الطريق امام اي مرشح رئاسي. اليوم في أيضا من يراهن على خط المفاوضات يعني التي تجري على خط واشنطن طهران بالملف النووي. يعني نحن بدنا نضل ناطرين كل هذه المفاوضات وهذه التسويات الإقليمية، مع العلم إذا بدنا ننظر يعني بالإقليم التسويات راحت بمكان واحد، يعني مثل ما حضرتك كنت عم تشير يعني أنه في عنا يعني حزب الله أو الثنائي ما فيهم يتخطون طبيعي. وخصوص اليوم مع التسويات الإقليمية صاروا هن شو الأقوى اليوم، وستبقى فرنسا داعمة لهم إلى حين ماذا؟ لكن نحكي بكل صراحة، مفتاح رئاسة الجمهورية نسينا ما بينها، يعني هي بين اثنين، بين حزب الله وأمريكا. حزب الله وأمريكا. طبعا إذا توصلوا لنتيجة بتنحل القصة، وإذا ما توصلوا لنتيجة ما بتنحل القصة شو ما كان. لا، في سلاح بيد الثنائي الشيعي، هو انه ما في شيعي بحكومه، ما في رئيس جمهوريه ينتخب اذا ما في شيعي عم ينتخبه. يعني كل بسمعهم بيقولوا مزبوط، كل انه لو اجتمعنا 100 نائب وانتخبنا اكس، طيب هذا الاكس اذا ما في ولا شيعي موجود بمجلس النواب، موجود شيء وما انتخبوا شيء ثاني، اذا ما في ولا شيعي موجود بمجلس النواب وترأس مجلس النواب نائب رئيس مجلس النواب، يعتبر غير ميثاقي أي رئيس جمهورية بده يطلع. هني بيحكوا بالميثاقية وبالدستور اللبناني، وهني فسروها واستعملوها قد ما بدك قد ما بدك. صحيح. هلا اليوم يعني هيدا السلاح اللي أنا مثلا هيدا السلاح اللي موجود مع الثنائي الشيعي، مش موجود مع بقية الأفرقاء. المسيحيين مفرقين، السني مفرقين، الدروز مفرقين، هذا السلاح القوي اللي موجود. هني بيطلع وقت نقول حزب الله انه اف سلاحه يا اخي، انه سلاح يلي معه لا مش هذا هو السلاح. سلاح حزب الله وحركة امل هو الوجود والتمثيل الشيعي بأي جلسة كانت حكومية أو غير حكومية. وعندنا مثل لا حكومية حكما بدهم يكونوا، ما هن أفرقاء الموجودين بالمجلس. لا لا، أنا عندنا مثل مع أيام الرئيس، على أيام الرئيس كمان نجيب مئاتي، وقت اللي قالوا وكان ميشيل عون موجود رئيس جمهورية، وكانت الحكومة غير مستقيلة بعد، وقالوا أنه نحن ما بنحضر بقى اجتماع مجلس الوزراء قبل ما يتغير القاضي بيطار، وبقينا 4 أشهر ولا حكومة. ما بتجتمع الحكومة إذا ما في شيعي، ما بتجتمع الحكومة إذا ما في مسيحي، ما بتجتمع الحكومة. بس هلا عم تجتمع الحكومة اليوم يعني بغياب بعض المكونات المسيحية، ولكن موجود في وجود مسيحي. أمل. صح أمل ما فسر الفكرة اللي عم تقولها 100% مزبوطة وحقيقية. بعدين وين الميثاقية؟ هل الميثاقية بين طائفة وطائفة ولا بين مذهب ومذهب؟ يعني إذا كان بين طائفة وطائفة، لو غيب السنة، لو غيب الشيعي السنة بينوب عنه، بس مش هذا هو التفسير. هلا يغيبوا الموارنة كلهم عن الحكومة ما بقاش فيه ميثاقية، لأنه وقت بتقولي سني وشيعي بدك تقولي ماروني، بدك تقولي أرثوذكس. هلا ما فيك تقولي مسيحي مسلم بقى. هذه هي المشكلة، كمان بدها تفسير، بس عم بيستعملوها عند الحاجة. وعند الحج بيستعملوها، وهيك ربينا نحن بهالدولة. وقت اللي بنوقع، حيالله فريق بيوقع بمأزق بيطلع بيستعمل السلاح اللي بده إياه، وبيصير عرف وبيمشي. هذه المشكلة. طب اليوم يعني انطرح كتير ورجعنا عم نسمع فيها هيدي المبادرة، إنه رئيس جمهورية مع رئيس حكومة متفق عليهما مع برنامج مثلا. هل برأيك رح يرجع يسوق لهيدي المبادرة لودريان، انه سليمان فرنجية، نواف سلام او تمام سلام؟ يعني ممكن نرجع لهيدي الصيغة او لا؟ صعبة. وقت اللي بسمعهم بيقولوا سلة، مش ينشور الدستور بقى يلغوا. بس كمان اذا ما في اتفاق على سلة ما عم نقدر نمشي.
يعني هذا واقع. لكن عيب انه ننتخب رئيس، ننتخب رئيس جمهوريه ومعه رئيس حكومه. طيب خير بركي ما بيتفقوا مع بعضهم، كيف بتمشي الدوله؟ يعني عيب، عن جد عيب. نحترم الدستور اللبناني او خيي خلينا نشطبه نقول ما بقى في دستور بنمشي. خيي احنا عايشين بلا دستور. بنشوف فرنسا اليوم حابه انها هي تتدخل، تعي فرنسا طب إلنا الدستور اللي عندك، القوانين اللي عندك، ونحن ماشيين. شوفي اختي هلا في بدنا رئيس جمهوريه، شوفي مين بدنا، ورئيس حكومه شوفي مين بدنا، والفي لنا الحكومه يا فرنسا ونحن اللي بدنا اياك بامرك، واعطينا جنسيات. ما نص نص مجلس النواب فرنسيين. لك شو بالنهايه جبرتيني احكي بالاخر. طيب والاحلى منك انه بكره بانتخاب رئيس الجمهوريه، انتخاب رئيس الجمهوريه هذا اللي معه باسبور فرنسي، نايب اللي معه باسبور فرنسي، شو بده يكون موقفه وقت اللي سنه الماضيه انتخب هو ذاته انتخب رئيس جمهوريه فرنسا، هلا بده ينتخب رئيس جمهوريه لبنان؟ ما بعرف انا انه قلبه وعاطفته كيف بيكونوا مقسومين. مقسومين بركي ما هو نحن يعني عندنا عاطفه يعني لفرنسا. مشان هيك انا دائما بقول وبدي اقول لك شغله، واغلب النواب اللي بيشدوا لفرنسا معهم جنسيات فرنسيه طبعا، واغلب اللي بيشدوا للامريكان معهم جنسيات امريكيه صحيح. واغلب اللي بيشدوا للسعوديه مستفيدين من السعوديه. ما في شيء، قلت لك ما في شيء وطني خالص. لا 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 لا, لا يعني ما في شيء. ما خلونا نشعر انه نحن عنا وطن بنحترمه. ما خلوني انا وياك نشعر انه هالهويه اللي بنحملها هيدي اذا قريتها انه انا اسمي فلان الفلاني، اسم بي، اسم امي، بفتخر فيهم. عن مشان هيك بتلاقي 80% من اللبنانيين بس تحبل المره بتفتش اذا بتروح من تركيا بتخلف بتركيا او بفرنسا او بامريكا ليعطوا الجنسيه لاولادهم، لانه ما خلونا اللي حاكميننا من زمان وجاي قبل الطائف، مش من هلا، من قبل الطائف. ما خلونا نشعر انه نحن لازم نحب بلدنا. هي كذبة. هلا كمان الشعب اوقات بيقول لك يعني ما يعني نحن شلنا اذا فينا نقول من وراء اللي عم يحصل بالبلد يعني، ومن وراء الشعب هشيل بيستاهلوا. ليش بيستاهلوا؟ لانه وقت الانتخابات ردون هن زيتهم، وبكره بنعمل انتخابات جديده وعم بيقولوا بس في عندك نص الشعب ما انتخب كمان، هيدي كمان يجب قراءتها يعني، عم بيعبر الشعب بمكان ما. اللي ما قرا، اللي ما انتخب مثل اللي انتخب. ما للاسف يعني هن لازم ينتخبوا تا يغيروا يعني، ولكن كمان ما بيغيروا. شو بدي اعمل لهم اذا ما بيغيروا؟ هيدا التغيير ما عم يحصل يعني، التغيير المنشود اللي عم يطلبه الشعب اللبناني. حاول جرب قسم من اللبنانيين انتخبوا النواب التغييريين يعني، واجا 13 نائب او اللي هن يعني، كمان ما حسينا باي فرق. لبل اليوم عم يندموا انه راحوا على هيدا الخيار وغيروا. طب يعني بهيدا التغيير، بثورة ما تغير البلد، بانتخابات ما تغير البلد، يعني هيدا التغيير اللي ناطرينه أيمتى ممكن يصير؟ ستنا إذا بتسألي النواب مش عم بمزح وعم بحكي معهم أنا، هلا مش الكل، أغلبية أول شيء ببلش حديثه بسأله إنه أنتين خيي وشو بدنا نشوف برا. يا ابني يا ابن الحلال هيدي منيح يا ستنا. ايه هاي الفكره. ايه ناطرين برا. وقت اللي بالي بدنا نشوف برا بستحي اساله مشان ما يزعل انه خي هاتك انت معك جنسيه برا. يعني وقت بالي بدنا نشوف فرنسا بقول له هاتك معك جنسيه فرنسيه. يعني تصوري انه اللي معه جنسيه فرنسيه اشترى بيت بفرنسا ومرتاح، وبقت اللي شوي بتعقد الامور بتلاقي اخذ عائلته وراح لهونيك، يعني ترك البلد دائما عنده ملجأ. ومثل ما هلا متروك البلد، مثل ما هلا متروك البلد. طب لايمت بده يضل متروك؟ هل يجوز يطول امد الفراغ؟ يعني هلا الصيفيه كلها رح تقطع وما في انتخابات رئاسيه. والله انت بنظرك في هلا ما في اي عوامل بتدل انه في، بس لا فرنسا بس. انا برايي لا الضغط الفرنسي ولا العقوبات الامريكيه بتمسحنا. ما بقى ما قلنا غير ليلى عبد اللطيف او ميشيل حيك، هيدا بيريحنا شوي هيك بركي بيعطينا شويه بيعطيني شويه امل انه بركي ممكن يكون في يعني. خلص فينا نعتبر انه الامور عالقه ومعقده جدا، والبلد يعني رح يضل بهيدا المجهول الى حين. بي احسن من بيك. هذا شعار شعار الانتخابات رئاسه الجمهوريه. في انا عندي هيدا وانت عندك هيدا،
هذا بيقول له بي احسن من بيك، وهذيك بيقول له بي احسن، مثل الشعار اللي كان انتبع على خيك او خي، هذا راح، هذا كان اوعى خيك، اوعى خيك كانت كذبه. وهلا اوعى خيك موجوده بالحكومه بين وزير السياحه و هلا ايه بدنا نشوف الاقتصاد. يعني هلا بعد شوي بدنا ناخذ اتصال تنشوف اوعى خيك بقى ايضا الزميله ليندا مشلب يمكن بمجلس الوزراء. حكومه شبه موجوده منهاره، بيعلقوا مع بعضهم وزراء، يعني مثل واحد مع واحد هيك معه هديك المرض لا سمح الله، واخر ايامه عايش، وبتلاقيه بيحمل العصا وبيعيط وبيصرخ بدي احكي شوي بالحكومه ولكن بعدين، بس خليني اخلص بدي اسالك بعد سؤال. اليوم الكل عم يحكي انه بظل هذا الاستعصاء اللي حصل بموضوع الرئاسه، وخصوصا بعد اخر جلسه للانتخاب، البعض عم بيقول انه خلينا نروح الى هذا الحوار، ولكن عم يطلبوا من بعض انه يكون في مرشح ثالث حتى يقدموا، يعني الطرفين يقدموا تنازلات ويجوا بمرشح تسويه ثالث. مين هو هذا الشخص الثالث؟ أين مخبأة هذه الشخصية الثالثة اليوم؟ مين عنده هيدا الاسم؟ هل صحيح رح نروح بالنهاية إلى تسوية تنتج رئيس توافقي؟ لكن بالنهاية اخترعنا خلافا للدستور اسمه الديمقراطية التوافقية. إذا الديمقراطية التوافقية، إذا هيدي إذا الديمقراطية لبسناها كلمة توافقية، كلمة توافقية، منا صعب كتير شو ما أي قرار أي مرسوم أي تأليف حكومة أي انتخاب رئيس جمهورية ما نلبسه كلمة توافق. اخترعنا كلمة الديمقراطية التوافقية. فأنا هذا البلد هيك، من بعد الطائف هيك، من بعد الطائف إجت سيبي، طيب إجت سيبي قريت بثلاث إجرين. ما في شيء اسمه رئيس جمهورية لوحده، ما في شيء اسمه رئيس حكومة لوحده، ما في شيء اسمه رئيس مجلس نواب لوحده. في ثلاثة بدهم يتفقوا، ثلاثة بدهم يتفقوا تتقلع السيارة. هالثلاثة بدهم يتفقوا بس على مصلحة البلد، مش يتقاسموا أعطيني لا حتى أعطيك بنرجع بنوقع بنفس الهوة اللي احنا واقعين فيها. بدهم يتفقوا على مصلحة البلد، يتفقوا كيف بدهم يشيلوا هالبلد. بكرة بننتخب رئيس جمهورية. طب ولكن أنا بدي أسألك يعني عن الرئيس التوافقي. ما هذا هي اللي عم بقلك عنه، الرئيس التوافقي بده يصير بالآخر بأغلبية 86 صوت وبالآخر أي طرف هيدا الرئيس بده يقدم يعني يقدم على هذا التفاهم، على هذا يعني على هذه التسوية، مين رح يغير رأيه اليوم الثنائي الوطني؟ هل ممكن إنه يذهبوا بعد حين يمكن مش هلا إلى هذا الخيار؟ لكن أنا برأيي لحد هلا ما حدا رح يغير. بعدهم في الوزير فرنجية وفي جهاد أزعور. ويمكن واللي خلاني هيك أشعر إنه ما في تغيير، انه اليوم عم بيتزبط وضع مصرف لبنان اللي كان مخوفهم، رح يستلم نايب الحاكم، رح يستلم وان بالشكل وان يكون بالشكل، وححط مستشار له رياض سلامه. اها هيدي مزبوطه يعني حقيقيه هيك رح تصير يعني الامور، وقياده الجيش ايضا في استحقاق، يعني قائد الجيش كمان رح يمشي الحال، وشو مين رح يستلم؟ لا عم بيطلب الرئيس مئات نعين رئيس اركان. ليه كرمال هيدا الموضوع؟ لانه هو حاسس الرئيس مئاتي انه اذا انا بقيت رئيس حكومه ما في جيش وما في مصرف لبنان حتطلع الضربه عليه، انه انا انتوا شو عم تعملنا، هيك بصير بكره انه شو عملت. بقى هو حاسس انه بس، وبالجيش اللبناني يلي منه عارف الجيش اللبناني ما بيستلم قياده الجيش الا رئيس الاركان، هذا بقانون الدفاع. اذا ما في رئيس اركان، مشان هيك اليوم مش عم نحاول نسرع القوى الامن يعني الداخلي الاعلى رتبه. لا، بقانون الدفاع رئيس الأركان يلي بيستلم، بما أنه ما في رئيس أركان، رئيس مئاتي مستعجل لحتى يصير فيه رئيس أركان. رح نشوف هلا، بدي فوت على فاصل إعلاني نرجع نكمل بمواضيعنا، ولكن على ما يبدو بس حتى نقول هيدي بشرة سارة لكل الأهالي اللي أولادهم عندهم شهادة متوسطة، أنه مجلس الوزراء يقرر إلغاء امتحانات الشهادة المتوسط. هلا ارتاحوا تلاميذ البروفي. لا هي مشان شو هيدي الشهاده؟ ما هي هيدي والسيرتيفيكا دائما بيسالونا ولا بتحب الدوله تعقد الامور، تحب تصرف مصاري، بتحب
لك خي خلاص يعني ما بالنهاية نحن متكلين على هالمدرسة. اللي بيسقط اللي بيسقط بالبروفي ما بيطلع السيكوند وخلاص. ما هيدا انه المدرسة وتقييم المدرسة عم بيكون أقسى بكتير من تقييم الشهادة المتوسطة. هيدا هي القصة. خلينا كان التنفيعة كان كل شيء تنفيعة. تنفيعة بنضل بهيدا الموال يعني إذا تنفيعة ولا بنقرر انه نغير. يلغوها مفروض مجلس النواب يجتمع ويلغي هيدي هيدي مفروض تنلغى. شو سيرتيفيكا وشو بروفي خيب ولك حتى يعني حتى باك ما بقاتها شيء ما بقى اكيد اكيد ما بقى إيمي يعني الانسان ما بقى مش معقول. ماشي الحال خلي هلا التلاميذ شوي يفرحوا. فاصل ونتابع. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم مع ضيف العميد مروان شرب. بنرحب فيك عميد. طيب المرشح التوافق كنا عم نحكي ورحنا منه إلى الحكومة. هذه الحكومة اليوم اللي عم تجتمع، بعض الأفرقاء كانوا معترضين على الموضوع ولكن على ما يبدو أنه عم رجعت استعادت نشاطها وكل هذه الخلافات يمكن رح الحكومة. الحكومة يعني أي. يعني أنت بتعرف شو بتعرف شو بيعجبني أنه قبل ما تستقيل ما كانت نشيطة هالقد. من بعد ما استقلت صارت نشيطة وصارت يعني بتعب. يعني أنا ما بلوم أي فئة يعني ما بلوم أي فئة من الفئات لأنه بلد طائفة إنه خلاص الدولة ماشي بدون رئيس جمهورية. لشو رئيس جمهورية؟ في حكومة وبكرة في مصرف لبنان وفي قيادة الجيش. لشو؟ ما الحكومة ماشي والدولة ماشي. بس تعرف للأسف يعني أنه هيدا المنطق يجب يعني طب والمشكلة المشكلة بس بزيت الوقت كمان ما فيك توقف البلد كليا. طبعا طبعا إذا ما في رئيس يعني بس إذا قعدت السنة وسنتين الأمور. المشكلة بهذا الدستور الدولة الدولة ما بتمشي بدون رئيس حكومة بس بتمشي بدون رئيس مجلس بدون رئيس جمهورية. طيب ما عم بفهم أنا لازم يكون الدولة ماشي إن كان في رئيس حكومة أو ما في رئيس حكومة وإن كان في رئيس جمهورية أو ما في رئيس جمهورية. على طول لازم يكون في بديل. مش ما طب أنا بدي أسألك سؤال عم بحكي جد هذا شيء من باب أنا حرصي على هالمواطنين المعترين يعني ما بعرف أنا. طيب في رئيس جمهورية وفي حكومة مش مستقيلة لا سمح الله فات رئيس الحكومة بمرض على المستشفى وعمل قلب المفتوح وبقي 5-6 شهور ما في حكومة فات رئيس الجمهورية على المستشفى وقعد 5-6 شهور في حكومة بتنوب عنه. صحيح. طيب لا ها ايه وهديك لا انا بهم انا مفروض يكون في الدستور طبعا مفروض يكون في بديل عن رئيس الجمهورية ومفروض يكون في بديل عن رئيس الحكومة. مش انه خلص يا بابا مشين. طب في نائب رئيس حكومة ما له علاقة هاو سألي اللي موجود هلا ما له علاقة اساسا خلافا للقانون انك تحطي نائب رئيس حكومة خلافا للقانون انك تحطي وزير دولة في قانون موجود صادر عن مجلس النواب نسيت رقمه اي بنص حرفيا شو هن الوزارات المعتمدة عند تأليف الحكومة. ما في لا نائب رئيس حكومة ولا في وزير دولة. هلا وزير دولة اخترعوا يمكن حتى حتى بكره يعني بيخترعوا حتى وزير مهجرين ما في. لكن بسوريا شو الفرق؟ شو الفرق؟ انا من شي شهر عملت محاضرة على احد وسائل التواصل الاجتماعي مع وزير سوري وجه له تحية الدكتور علي حيدر. تعرفي شو اسمه؟ هو شو؟ مثله وزير شو؟ هو مثله بالوزارة مثل وزير الوزير المهجرين اللي عنا. اي تعرفي هني ما سموه عصام شرف الدين. عصام شرف كمان وجه له عن جد اي وزير نشير. مهجرين نحن عنا أي. اسمه وزير المهجرين عندهم شو اسمه؟ بسوريا اسمه وزير المصالحة. اها نحن وزير المهجرين. تصوري عن جد تصوري عيب الشو. وبعدين نحن عم نفتش كيف بدنا نرد السوريين على سوريا وبعد في لبنانيين ما رجعوا على ضياعهم بكل لبنان. بس كمان هيدا لا يلغي يعني انه نشتغل على إعادة النازحين السوريين. هيدا ما بيلغي هيدا. عم بقول لك نحن العرف دائما اقوى من الدستور. عم بنألف حكومة اذا بيجي رئيس جمهورية بيفتح في قانون بيفتحه. ايه
هيدا لانه لك في اهم وزاره التغي مثلا. انا بدي اسالك وزاره ليش بدها تكون وزاره الداخليه وشو لها علاقه بالبلديات؟ شو لها؟ فيني اعرف ما كانت وزاره الداخليه وزاره القرى البلديه البلديات والقرى ما بعرف اسمها اسمها وزاره الامن الداخلي ووزاره ثانيه مع كمان تتذكري كان الوزير الفرنجيه هو الوزير. اجى الوزير ميشيل المر لغى ورجع رد اثنين. طيب كان فيك بس كنت وزير داخليه تزبط الموضوع ترجع اقتراح ما شي يزبط الوزير ما بيقدر يزبط الوزير ما في يقدم اقتراح دام اقتراح انه لازم تكون الوزاره وزارتين وزاره الطاقه لازم تكون وزارتين وزاره التربيه لازم تكون وزارتين وزاره الاشغال لازم تكون وزارتين حاج بقى تخترعوا لي وزارات دولة ونحن عنا وزارات انتاجية فينا نعملها. تصوري وزارة التربية تكون وزارتين في أحلى منها، وزارة الداخلية تكون وزارتين، وزارة الأشغال تكون وزارة بس هني وقتها جمعون لتخفيف المصاريف والأعباء. مزبوط ومزبوط لتخفيف والموظفين مزبوط وزادوا عليهم وزارة البيئة وزارة التربية وزارة التربية وزارة الدولة للشؤون الإدارة وزارة التنمية الإدارية وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزارة الدولة لشؤون الإدارة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وزير دولة لشؤون مجلس النواب شو بيعملوا له هذا بمجلس النواب عن جد يعني بينزل تحت بيتباوسوا هن وياه هي هو الأمور حتى يعني ما في التزام يعني مثل يعني ما قلت حدا مش ما في أنت قلتي إنه تيوفروا شو وفروا شو مصاري ما إذا كنت يوفروا مصاري رجعوا اخترعوا وزارات فيها مصروف أكثر بكثير. بينما نحن وقت بقول لك أنا إنه منعيد وزارة التصميم. طيب يا عمي التصميم والتخطيط أي صحيح لا وزارة التصميم وقت اخترعوا لي شيء اسمه مجلس الإنماء والإعمار يلي أول الفساد الأول انطلق من مجلس الإنماء والإعمار. كل مؤسسة كل وزارة وفي إلى رديف كل وزارة وفي إلى رديف أنا كنت بالوزارة وكان كنت أشعر إنه رئيس مجلس الإنماء والإعمار هو رئيس الحكومة بكل تنفيذ لأنه عنده سلطة كتير كبيرة مش يعني عنده أي شغلة بدي إياها بيطلع قرار بمجلس الوزراء بتشرف يا مجلس الإنماء والإعمار اعملها بالبيئة نفس الشيء بوزارة العمل نفس يعني مجلس الإنماء والإعمار ميزانيته مليار دولار ونروح اعمل اللي بدك اياه مجلس الإنماء والإعمار هو اللي هو اللي بيخطط وهو اللي بيعمل دراسة وهو اللي بينفذ وهو اللي بيستلم وما في سرقة ما حصدق ما رح صدق ومع العلم انه هيدا مفروض يكون شغل الوزارات يعني يعملوا الخطط وينفذوا هذه الخطط يعني ما بعرف ليش في مجلس انماء واعمار هو بيعملهم عنهم يعني بالزمان الله يرحمه بدي اخبرك شغله هيدي عن جد الله يرحمه الرئيس عمر كرامه الله يرحمه وقت اللي ليش؟ بالتسعينات وقت اللي عمل رئيس حكومه قال له بدي الغي الهيئه العليا للاغاثه قامت لقيامه السن عليه انه لا كيف بدك تلغي هيئه وهيدي المركز لنا قال لهم ما بدي اسرق شوفي عمر كرامه بس ما بدي اقول لك اكثر من الكلمه لحالها معبره شوفي شوفي حسين الحسيني بس شو كان يعمل شو كان يخطط عن جد هلا مخلوطه القصه لا بيقدر الرئيس بري لوحده يعمل شيء ولا بيقدر رئيس حكومي لوحده يعمل شيء محكومين بالتوافق حتى لو اخترعوا لو رئيس ولو بصير يقولوا لك رئيس الجمهورية فرجينا يا خيي شو عندك طب يا خيي فرجاتكم شو عندك شو فيني أعمل اجا رئيس الحكومة فرجينا يا خيي شو في عندك فرجاتكم ما بيقدر يعمل شيء طب هيدا هيدا بده يتفاهموا هيدا الاستعصاء بالحكم طبعا مش الاستعصاء حان الاوان يعني انه يخلص هيدا الدستور اللبناني من بعض الطائف طيب هيك حكمنا ما صار في توزيع طائفي هي لك مزبوط كبشوا طيب فيها. اوكي بالبدايه مشينا فيه اخر شيء بعدين صرنا عم ننتبه لكل هذه الثغرات وعم نوقع بكل هيدا الاستعصاء بكل دول العالم القانون يتغير يوميا حتى يناسب يعني التطورات نحن مثلا ممنوع يتغير طب اذا انا عندي مؤسسه وعم بتدر لي مصاري كل يوم وعم تربح تيجي بتطلبي مني سكرها هيدي يعني بدنا نفكر بمصلحتنا الشخصيه وبدنا نفكر بمصلحه بلد يعني شو بدك
شو بدك؟ أنا مع احترامي لكل الأحزاب بلبنان، مع احترامي لكل الأحزاب بلبنان، هم رئيس الحزب حزبه قبل ما يهمه وطنه، والباقي الشعارات تسمعيها أنا ما بصدقها. اف من كل الأحزاب، كل الأحزاب كلهم، حزبه حزبه وطائفته، حزبه بالأول، حزبه حزبه. هلا طائفته، لأنه كل طائفة عندها حزب. بتسمع بيطلعوا يعني بشعارات وطني وطني، وكله آخر شيء عم بينبش على مصالحه. والأحلى وكل حزب مصالح عنده نشيد، في شيء مش نشيد وقت ببلشوا. والأحلى من هيك بحطوا بالأول النشيد الوطني، ومرات بيكون بعض الكلمات بالنشيد الوطني تختلف عن بعض الكلمات بالنشيد الحزبي. وبأي مهرجان بيحطون اثنينهم، بتطلع هيك يا عمي طيب أنا مين بدي صدق؟ النشيد الوطني صار مبتذل، ما بقى في يعني عن جد. أنا بأكد لك نص الشعب اللبناني نصه حافظ النشيد الحزب تبعه، ومش حافظ النشيد الوطني. لأنه كان بالأول بالمدرسة مفروض كنا نوقف بالصف بالمدرسة ونقول النشيد الوطني، هلا ما بقى في منا هيدا. طب اليوم بيقولوا لك يعني الحل الوحيد اليوم هو والمدخل الأساسي لحل كل هذه المشاكل ومعضلات البلد والأمور الغير متوافقة عليها هو انتخاب رئيس للجمهورية. من هون منبلش، ولكن منشوف أنه حتى عند انتخاب أي رئيس جمهورية كمان ما عم يقدر يجي، مثلا بيبقى عنده برنامج معين أو خطط معينة هو محضر له، ولكن ما عم يقدر يطبقه. رح أشرح لك أي رئيس جمهورية حزبي ما حيخلوه. لأنه أي إنتاج لإله رح ينضم للحزب تبعه، رح يكون إيجابي للحزب تبعه، يعني رح تكتر شعبيته. أي مشروع بينعمل بقى أنا، وبالنسبة لرئيس الحكومة كمان، وبالنسبة لأل هلا رئيس مجلس النواب ما له علاقة، بده يكون نايب، بس عم بحكي عن هاو اثنين يلي ما قالن. أنا برأيي رئيس جمهورية ما لازم يكون حزبي، ورئيس مجلس ورئيس مجلس وزراء ما لازم يكون حزبي. ما حدا يقنعني إنه أي مسؤول ما بيهتم، يعني أي وزير أنا بعطيك، أنا بعدني بقولها 100 مرة، طيب وقت اللي أحد الوزراء بيعمل مشروع كتير مهم وبيعمل مؤتمر صحفي بالوزارة تبعه، وبيعمل مؤتمر صحفي ليخبرنا شو عمل، شو الانتاج تبعه. طيب ببداية المؤتمر الصحفي بيقول استنادا أو بناء على توجيهات رئيس الحزب أنا عملت كذا. طيب إذا رئيس الحزب ما وجهك ما بتعمل كذا، صح؟ فإذا عم بيشتغل هو حسب مصلحته، وأنا ما بلومه، أنا ما بلومه، لأنه هو عينه الحزب، بده يبيض بوجهه مع الحزب لحتى إذا تغيرت الحكومة. طيب ولكن هيدي تركيبة البلد يعني، ستنا أنا بنقوا أحزاب يعني. في أحزاب إجا رئيس جمهورية بده يعمل حكومة، من وين بده يجيب الوزارة؟ مش من هالأحزاب الموجودة. ما خلتيني كفك، ما كنت ريحتك. أنا مع أنه يكون حزبي، بس ينقوا الأحزاب، ينقوا الوزير اللي بيحب وطنه مش بالشعارات، ويعمل إنتاجية لوطنه بدون ما يربحنا جميلة، بدون ما يربحنا جميلة، بصيروا يتسابقوا. أخرك هلا يعني هذا مثل، أي شو بين الخلاف بين رئيس وزير الاقتصاد ووزير السياحة على شو؟ مين بده يمثل لبنان بمعرض إكسبو قطر يعني؟ وأحلى من هيك، واختلفوا. والأحلى من هيك إنه إكسبو قطريين لأول مرة مقدمين مساحة هائلة كبيرة، مجانية، لا ليرة ولا شيء، وناطرين من على 6 أشهر، وناطرين من اللبنانية. أنا بقول لك هلا بكرة يمكن بتتدخل السعودية، بصير في مؤتمر سعودية وفرنسا، وبتيجي أمريكا لحتى يوافقونا مين بده يروح لهونيك. ما احنا ما بنمشي غير هيك، ما بنشتغل غير هيك. لا ما قال تدخل رئيس الحكومة وحل يعني هيدا الموضوع، وسحب فتيل يعني الأزمة بين وزير الاقتصاد ووزير السياحة، نصوب الموضوع وطلب تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن التفويض الذي عاد إلى وزير الاقتصاد أمين سلام.
يعني يبدو انه خلص انحلت يعني هيدي المشكله، على امل انه يصير في له تنسيق. ليش بده يصير يعني في خلاف من الاول؟ تعدي على الصلاحيات، كل واحد بفتكر انه هي وزارته بدها تاخذ المعرض. هي كل واحد بفتكر انه وزارته ملك بيو. هلا يعني ما بعرف يعني الحق مع مين ولا الحق على مين يعني، بس انه ما لازم إنه تكون هيدي ما لازم تكون موجوده من الاساس وتطلع وتوصل لقطر وتوصل للدنيا كلها. لك عيب علينا. طب بكره القطريه بيقولوا خي اذا على الوزاره مختلفين كيف مين الصلاحيات؟ كيف بدنا ينتخبوا هودي؟ هذا الشعب كيف بده ينتخب رئيس جمهوريه؟ لك كيف؟ طيب اليوم الحكومه يعني ماشيه وفي جلسه اليوم، كمان حصل جلسه لمجلس النواب نهار الاثنين الماضي واقرت يعني طبعا رواتب وموظفي القطاع العام. كيف يعني قرأت مشاركة التيار الوطني الحر بهذه الجلسة وتأمين طبعا يعني النصاب الكامل، وخصوصا أنه كان البند يعني متعلق بالرواتب؟ طب كيف أنا كيف بدي أقبض معاشي؟ هني بيقدروا يتحملوا 400,000 موظف. طب اللي قاطعوا الجلسة كيف فكروا؟ ما بعرف. وهن بيعتبروا أنه فقط يجب أن تكون الجلسات مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية. أنا بفهمهم عم بيضغطوا حتى يصير في رئيس جمهورية، وانا بفهم كمان انه مش كل شيء ماشي ورئيس جمهوريه مش موجود، واكبر دليل انه كل شيء ماشي، انه مشان ايش رئيس جمهوريه بقى؟ كل شيء ماشي. هذا هدفهم هوليك، وهدف اللي فاتوا على مجلس النواب معهم حق انه طيب انزركنا بدنا نقبض. ما هل في طريقه ثانيه بدون ما يجتمع مجلس النواب؟ ما بعرف، بس الاحلى من هيك انه فتحوا اعتباد استنادا لموازنة مش موجودة. صحيح. وحتى سئلوا عنا يعني سئلت الحكومة عنا بعد ما بلش يعني عن جد. بعدين هلا امبارح سمعت رئيس الحكومة يعني عن جد استحيت انه رح اخر الشهر بنقدم موازنة. هني اخذوا 6 شهور تقدموا موازنة بالحكومة، ومجلس النواب بياخذ 6 شهور بتنتهي انه اخر السنه ما في موازنه، بتطلع موازنه 23 بيكون صارفين قد على 5 مرات. صحيح. لك طيب والله عيب بقى رئيس الجمهوريه اللي بده يجي بيقول او بتنعمل الموازنه هلا او انا فيل على بيتي. هذا اهم انجاز بيعمله رئيس الجمهوريه. صح صح. خلص بقى المالي القصه يعني. بدها رفع اصبع، مش مزبوط بقى. هلا ما بيقدر رئيس الجمهوريه يمكن اكثر شيء بيقدر يعمله وبيكون مؤثر. أيه. انه يفل عبيته. هيك مفروض يعني يتصرف يعني. رئيس الجمهوريه طبعا بحال... انا فل عبيتك. شو عم تضحك؟ أيه. شو رئيس الجمهوريه معاشك عم بيوصل منين؟ من محل ما فيش موازنه. كيف الحكي هذا؟ اهم شيء الانتظام المالي يعني هو اللي يجب ان يكون. لك وصلنا لهان قلنا يعني من 2005 لهلا او ما بعرف امتين شيء 13 سنه ما في موازنه. لك شو هالدوله هاي؟ وبعدين بعدنا بنستغرب انه علينا فوق ال 100 مليار دولار دين. بعدون ال 100 مليار دولار بدي اخذ الزميله ليندا. اي نقصوا هلا بنحكي بهيدا الموضوع. بدي اخذ الزميله ليندا مشلب من السراي الحكومي مباشره. يعطيك العافيه ليندا. طبعا في جلسه اليوم 33 بند، يمكن تم سحب فتيل الأزمة اللي حصلت بين وزير الاقتصاد ووزير السياحة، وأيضا في بند يعني التشكيلات والترقيات العسكرية. أبرز المعطيات من عندك تفضلي. والبروفي أهم شيء، البشرة السارة أهم شيء ليندا. رح نقول له عميد اليوم لمعالي لانه في بند محبب على قلبه هو الترقيات. هو سحبوا فتيل الخلاف بين وزير الاقتصاد ووزير السياحه، بس فجروا قنبله من جهه ثانيه وهي الغاء امتحانات رسميه لشهاده البروفي. يعني هيدا الموضوع ما كان ابدا حدا قنبله حلوه يعني مش ضروري إيه؟ احنا القنبله مش ضروري القنبله الخبريه بتكون بقيمتها انه خبر مهم. لا صحيح. مش ضروري القنبله دائما تكون سيئه، عم نحكي بانه قنبله خبريه، لانه هيدا الموضوع ابدا ما كان بالحسبان، لانه التلاميذ كلهم عم يدرسوا والمدارس كلها بجو الامتحانات، حتى المعنيين بالوزاره. لكن بحسب المعلومات اللي هيك شوي رشحت انه هيدا القرار بلش يفكر فيه وزير التربيه من يومين لما بلشت تنصرف يعني ينصرفوا الزيادات والمساعدات للاساتذه، وهو اليوم حكي عن
عن هيدي الزيادات وقال قديش رح تكون، وبلش يحكي فيها وقال انه بده يطرحها على مجلس الوزراء، وكان اليوم اجماع من كل مجلس الوزراء انه تلغى هذا العام فقط. يعني هلا بلغوا الناس، بلغوا الاولاد انه السنه بس ما فيهم، ما رح يعملوا شهاده البروفي لانه للاسباب اللي هي الاقتصاديه واللوجستيه اللي مش مأمنة. بس السنه الجاي كل عام، يعني مثل ما فهمنا انه كل سنه بتاخذ وزاره التربيه ومجلس الوزراء قرار بالسنه، مش انه هلا التغت بشكل تام. هيدا اللي لازم نقوله، انه هيدا الالغاء هو فقط لهذا العام، والعام المقبل بيكون فيه كل سنه بيكون فيه قرار بهذا الامر. موضوع البروفي قبل لانه طبعا احنا الغاء شهاده البروفي احنا بنعرفه، يعني معالي بيعرف انه بدها مجلس نواب. الطلاب الاجانب السوريين الموجودين اللي عم يتعلموا بلبنان، بالنسبه للموضوع البروفي والطلاب، هل هيدا الشهاده اللبنانيه اكيد هن عم ياخذوا، طبعا هن عم ياخذوا المنهاج اللبناني، يعني اكيد شهاده البروفي ملغيه للكل، رح تكون للكل، ما حدا بيقدمها لانه هن عم يتبعوا المنهاج اللبناني بالتعليم. عم يسال العميد اذا بيخضعوا لهالقرار في حال بس انا هون بدي يعني انا عم بسالك ليندا، اذا كان هودي ما اخذوا بروفي وراحوا على سوريا وطلبوا منهم البروفي اذا بدهم يكملوا علمهم، فاذا هودي صاروا محكومين انه يكفوا هون بلبنان، ما فيش لزوم بقى يروحوا على سوريا. اكيد بيكون في تنسيق معاليك بهيدا الموضوع، وحتى اذا ما كان في تنسيق، مجرد ما يكون النازح هون موجود بلبنان بده يخضع على القرارات اللبنانيه، وبالتالي اللي بده يقدمها يمكن بيقدر يروح على سوريا. هون بدنا نربطها شوي بموضوع عوده النازحين، ما بعرف، بس هيدا قرار سيادي، يعني انت بتعرف هيدا قرار سيادي، وبالتالي كل موجودين على الاراضي اللبنانيه بدهم يمتثلوا لهالقرار. واكيد بيصير في تنسيق، ما هي اللجنه اللي رح تروح على سوريا تحكي بموضوع النازحين، واللي هلا وزير المهاجرين رح ياخذ الموافقه على جدول اعمال اللي بده يبحثوا مع السوريين تمهيدا لزياره اللجنه الوزاريه اللي رح تكون مع مدير ليندا. بعد المعالي الوزير بده يسالك كمان سؤال، بدهم يطرحوا هيدا الامر. تفضل معاليك. انا بس هون بدي اشير الى انه الغاء شهاده البروفي، عفوا بس معاليك، الغاء شهاده البروفي بدها مجلس نواب بشكل نهائي، عشان هيك هيدا اليوم هو قرار مجلس وزراء وليس قرار مجلس نواب انه خلص دائم. هون هيدا اللي كنت بدي يعني بعد انه نهائي القرار. طب انا ما عرفت ليندا، لا القرار السنه نهائي، قرار تنفيذي مجلس وزراء، بس الالغاء ما انا ما عرفت شو السبب للغيو البروفي السنه، شو السبب الجوهري الاساسي؟ لانه ما في مصاري. كنت عم بقول لك انه الجوهر الاساسي، وهلا نحن اكيد رح نسال، ايه على الارجح انه ماديه ولوجستيه شوي تتعلق بحضور الاساتذه، يعني عم بدهم يخففوا شوي ضغط، وبدهم يتركوا الشهادات اللي هي ملحه للجامعات، لانه بتعرف عم بيكون في مشاكل فيها. صحيح ليندا، يعني اذا بدك تكملي بالمعطيات لمجلس الوزراء والبنود، تفضلي. ما رح نحكي بشكل يعني كثير مستفيض لانه صار معروف الجو، المهم انه اليوم حضر وزير السياحه، غادر من شوي لارتباطه بس هو اجى وحضر واكد انه هيدا الموضوع انتهى مع قصه الخلاف مع وزير الاقتصاد، انتهى، وهيدا انتهى ب يعني بنعرف انه رئيس ميقاتي شاطر بتدوير الزوايا، امبارح كان في اتصالات كل النهار، يعني رجع هذه الصلاحيات الى وزاره الاقتصاد لانه هي المعنيه باكسبو قطر، ونحن كنا بنعرف انه المشكل انه المدراء العامين، يعني مدير عام الاقتصاد دكتور محمد بوحيدر ومدير عام الزراعه لويس لحود، ما كانوا بدهم يوقعوا على قرارات يعني بخافوا من الطعن فيها قانونيا لانه وزرائهم مش منهم موافقين عليها. من هون امبارح اضطر الرئيس الحكومي يرجع يدرج على جدول الاعمال بند اعاده الصلاحيات لوزاره الاقتصاد، زعل وزير السياحه طبعا وهدد انه ما بده يجي، رجع انسحب هذا البند ورجع كمان
يومين عمل اتصالاته، رجعت هيك إن عمل التسوية إنه وزير السياحة هو اللي بكفي، يعني بيكون قيم على هذا التنظيم، ولكن الصلاحية تعود لوزارة الاقتصاد، هن اللي بيوقعوا، هن اللي يعني اللي بيكونوا موكلين من وزير الاقتصاد، بيكونوا موكل رسميا بقرار مجلس وزراء، لأنه هو ب 26/5 كان وكله وزير السياحة لأنه كان وزير الاقتصاد غايب، وبنعرف اللغط اللي صار مش ضروري نعيد. مهم أنه انحلت هيدي المشكلة، وبالتالي خلصنا رايحين على إكسبو قطر، ولو أنه دايما بننشر غسيلنا قبل ما نشارك بأي مؤتمر. على كل حال، في عنا موضوع تاني، موضوع تاني هو موضوع الترقيات. عنا 10 مراسيم للترقيات، صحيح عن هيدا الموضوع كنت بدي أسألك. دورة الـ 94، الـ 95 والـ 96، هالترقيات بدنا نفصلها عن التعيينات. ما في تعيينات، وكان أكثر من مرة أكد الرئيس الحكومي أنه التعيينات تتعلق، التعيينات هي منفصلة، رح يفصلها عن الترقيات. أنا هون بس بدي شيري، لأنه كان في شوية أخبار من قبل أنه كان في ديل عم ينعمل أنه بنمرق الترقيات وبنمشيها بشرط أنه يمرقوا التعيينات بالمجلس العسكري، اللي هي رئيس الأركان، رئيس الأركان المفتش العام ومدير الجديد للإدارة، لكن وزير الدفاع رفض هالأمر، وباعتبار أنه هيدي الحكومة ما بتعين، وكان في شوية مساندة لقلوا من أكثر من كتلة من قوى سياسية، وهون فصلوا الترقيات. يعني كان مرسوم لـ 94، كان ما عم يمضي رئيس الحكومة حتى يتمرق التعيينات المجلس العسكري، اليوم فصلوها بشكل تام، رح تمرق كل التعيينات بكل الرتب وصولا لرتبة عميد، لأنه كمان بخاف، كان عم بيقول هو رئيس الحكومة إنه بخاف إذا صار في فراغ يصير فيه على مستوى العمدة، وبالتالي هذه الترقيات أول شيء بتعطي معنويات للجيش للأجهزة العسكرية، وأيضا كمان بتمنع شوي يصير في فراغ، لأنه بيصيروا بالتدرج يقدروا يطلعوا وياخذوا محلات الشغور، لأنه في إحالات على التقاعد. وهون بدي أشير إلى أنه في كلام لرئيس الحكومة بأول الجلسة، قال أنه نحن عنا بندين مفصليين، الأول يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات، أما البند الثاني الذي لا يقل أهمية هو ملف هو عن ملف الضباط المتعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات، وعددهم حوالي 2184 عنصر. وهون يعني انحكى أنه بدهم يرجعوا كمان يصير في تثبيت لألون، وأيضا حكي بالموضوع التعطيل، كان له كلام مهم بموضوع التعطيل لمجالس الوزراء، وقال بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية بالوقت اللي يستمر في مهامه اليومية في الوزارة وبتصريف الأعمال، ويوجه مراسلات إلى الأمين العام طالبا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتة، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأنه هدفنا تسيير أمور الناس. هلأ هون بدي أشير هون لأنه وزير الخارجية في بند مهم بيتعلق بالتمديد لليونيفل لهالسنة، حضر إلى السراي، هو ما قال أنه بده يفوت على مجلس الوزراء لأنه في مؤتمر، بس كانت المعلومات عم بتأكد أنه هو رح يفوت بجزء من انعقاد الجلسة، لأنه هذا البند بيتعلق في موضوع التمديد لليونيفل، وخاصة أنه بده ياخذ قرار من مجلس الوزراء التمديد، يعني هو ما في لعب في موضوع التمديد لليونيفل، بده ياخذ قرار مش كيف تمدد السنه الماضيه، لانه بنعرف انه صار في خلاف كثير كبير السنه الماضيه، لانه حكى بتعديل صلاحيات وتعديل قواعد الاشتباك، رح يرجع للعقد او للتمديد اللي قبل السنه الماضيه، منعا يكون يتكرر الخلاف اللي صار السنه الماضيه. يعني هيدا ابرز شيء، هيدا ابرز الامور من السراي الحكومي. بعد في ايضا زياره لودريان ليندا كمان، يمكن رح تواكبيها بعد الظهر، بده يلتقى برئيس الحكومه بعد لقائه مع رئيس المجلس النيابي، صح؟ لقاء رئيس الحكومه غدا، اليوم فقط في لقاء مع رئيس مجلس النواب. بس انا هون بدي اشير عمل الى انه اليوم مجلس الوزراء ومعالي بيعرف انه عم يعمل صلاحيات رئيس الجمهوريه، لانه بده يوقع كل المراسيم، وبده ايضا يوقع قوانين اللي احيلت من مجلس النواب الى رئيس الجمهوريه، بياخذ اليوم هو صلاحيات رئيس الجمهوريه ليوقعه، واللي هو فتح الاعتمادين 37000 مليار والليره وال265 مليار ليره اللي هن بدهم يندفعوا للاساتذه بدل نقل وزيادات. سألك العميد بعد سؤال بالنسبة لهذا الموضوع قبل ما تحكي ليندا، تفضل. طب ليندا، إذا كان رئيس جمهورية بده يطعم بالمرسوم ومعه مهلة شهر ومش موجود هلا، مين بيطعم بالمرسوم بهالحكومة؟
عم تصعب الأسئلة لا الطعن ما عم بيكون هون طبعا، يعني ما رح ينطعن، ما رح ينطعن بالمرسوم. هيدي الصلاحيات بس مش صلاحيات الطعن، ما بعتقد صلاحيات، ما بعرف انت ادرى. رئيس الجمهورية عنده ثلاث صلاحيات. هيدي صلاحيات التوقيع، عنده التوقيع وبيبعتوا يصدروا على الجريدة الرسمية، عنده بيردوا لمجلس النواب اذا كان ناقص، وبيطعن فيه. هيدا الثالث صلاحية. هودي ثلاثتهم صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية. هيدي تخليني كفيلك، هودي ثلاثتهم، هيدي لصيقة برئيس الجمهورية. لا يحق للحكومة أن تقوم محل رئيس الجمهورية بهالصلاحيات بالتحديد. يلا. هيدي يمكن يعني مواقف تمام. صلاحيات رئيس الجمهورية مش قادرة تفوت يعني بالرد. هي لا صلاحيات هي فقط بتوقيع المراسيم. صلاحيات التوقيع هي بس بعتقد اللي عم بيمارسها رئيس الحكومة اليوم. جدل هلا هيدا كل واحد عنده رأيه. ليندا نحن يعني بدي اتشكرك على هذه. على كل حال رئيس الحكومة حكي بهيدا الموضوع. ايه شو قال؟ حكي بموضوع انه مجلس الدستوري اثبت انه هيدي جلسه مجلس الوزراء بتقدر تعمل جلسات، يعني هي جلسات دستوريه. وكمان حكي بموضوع الطعن اللي رد بالانتخابات البلديه، يعني هون ربطا مش بهيدا الموضوع بالتحديد. وقال انه هيدا بيعني انه نحن عم نجتمع بشكل دستوري وشرعي. بس ما انت بتعرف معاليك انه مجلس الوزراء اليوم عم ياخد بس قرار التوقيع عن رئيس الجمهوريه وليس ممارسه كل صلاحياته، والا اكيد ما رح يمشي. اكيد بتقوم لايام اذا بده ياخذ صلاحيات الطعن ورد القانون ليندا انا عم بحكي عن القانون بالتحديد. المرسوم مزبوط بس بالقانون في عنده صلاحيه رئيس جمهوريه، عنده ثلاث صلاحيات، ثلاث مراحل بيمرق فيها القانون لحتى يصير نافذ. وقلت لك شو هن الثلاثة. هلا بنكمل النقاش هون باستوديو. ليندا انا بدي اتشكرك على المعطيات. على كل حال هو يخلص بجلسات مجلس الوزراء، يخلص رئيس الحكومة بالجلسات. شكرا لك ليندا على كل هذه المعطيات. وفي حال اي جديد بنرجع بنتواصل معك. الزميلة ليندا مشلب حدثتنا مباشرة من السراي الحكومي. فينا نكمل نحن النقاش هون لانه جدل يعني مش رح نوصل فيه لنتيجة. طبعا الموقف اللي حضرتك يعني قلته شو هالحكي يا شباب؟ شو بدها مراجعة. ما بيصير يكون حكومة إذا الحكومة بدها تاخذ وكالة رئيس الجمهورية، هي الوكالة لمدة شهر أو شهرين ليكون الرئيس الجمهورية كان مريض صار منيح مات استخبنا غيره قدم استقالته خلال هالمهلة ثلاث أشهر، مش خلال مهلة سنتين وثلاث سنين وأربع سنين والقصة ماشي معتبرة. هيدا هو الجدل والخلاف اللي حصل، واللي في فئة قاطعت جلسات مجلس الوزراء على أساسه. خليني تفضل ليندا بتقاطع عقتك. علمتي من ليندا بس عم نقول لك إنه موجود الجدل. لا موجود الجدل بس المادة 74 73 واضحة عندها خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت لأية علة كانت معلقة برئيس الجمهورية، يعني مات قدم استقالته سخن، هيدا الحكومة بتستلم وكالة عنه. بس إنه ما انتخبنا رئيس جمهورية خلال مهلة الشهرين اللي محددين بالدستور، هيدي مش علة معلقة برئيس الجمهورية، هيدي علة معلقة بمجلس النواب. فإذا لأنه ولا ممكن الدستور يكون المادتين هودي خلافا لبعضهم، هيدي معلقة برئيس الجمهورية، هيديك معلقة بمجلس النواب. مجلس النواب عليه أن يحترم الدستور وينتخب رئيس الجمهورية خلال مهلة شهرين، وإلا الحكومة لا تجتمع. يعني مش مال الحكومة لا تجتمع، عليه الحكومة ما لها علاقة ساعتها. الحكومة بتسد فراغ رئيس الجمهورية خلال مهلة خلال صح. مهلة أو خلال أسباب المعلقة برئيس الجمهورية. هني ما انتخبنا رئيس جمهورية صارت هيدي علة معلقة برئيس جمهورية. لا هي معلقة فيكم. العلة اللي معلقة برئيس الجمهورية قلت لك يا مات يا قدم استقالته صح. هلا انتوا العلة الكبيرة انه ما انتخبوا رئيس جمهورية مفروض خلال مهلة شهرين. الدستور حدد مهلة شهرين فقط لينتخبوا رئيس جمهورية.
ساعتها لا بقى يتدخل فينا لا فرنسا ولا أمريكا ولا أوروبا ولا حدا. صح، هي المشكلة اليوم أنه ما عم يتطبق يمكن الدستور بكل مثل ما هو، يعني كل كمان حتى عندنا مشكلة بتفسير الدستور مع علي الوزير. إذا بتسأل مرجعيات مثلا بيقول لك لا يجب أن تجتمع، وهيك على هيدا الأساس رئيس الحكومة اليوم عم يعقد جلسات حكومية، كل حدا عم بفسر الدستور ومادة الدستور وطريقته. المفروض يجتمع مجلس الوزراء، بس اجتماع مجلس الوزراء هيك الحق على مجلس النواب، هو اللي عم بيخلي انه يجتمع، ووجبته يجتمع ليحل امور الناس الصعبة. طيب بس لو انتخبنا رئيس جمهورية ما وصلنا لهون، فاذا السبب مين؟ سبب مجلس النواب، سبب مجلس النواب اللي مش قادرين هالنواب انه يختاروا رئيس، مش على مجلس النواب. مثل ما قال دولة الرئيس نائب رئيس رئيس مجلس النواب، لازم ينحل مجلس النواب، هاي المادة لازم تكون، أو نلغي المادة 73 بتقول إنه معه مهلة شهرين مجلس النواب، نلغيها أو نحط ضوابط ما نتخطى المهلة الشهرين. طيب ما نتخطى مهلة الشهر. اليوم طلعت فكرة من نائب رئيس المجلس النيابي الوزير الياس بو صعب، واقترح طالما فيها الاستعصاء الكامل وهيدا المجلس مش قادر ينتخب، خلينا نروح على انتخابات نيابيه مبكره. قديش هيدا الطرح اليوم حقيقي بوقت نحن انتخابات بلديه ما قدرنا نعمل؟ ستنا ليش ما قدرنا نعمل؟ لانه ما معنا 8 مليون. وليش ما عملنا انتخابات بلديه وقت اللي عملنا انتخابات نيابيه؟ لا تنوفر ال 8 مليون. لمن السياسيين ما بدهم، ما بينعمل شيء، ولمن بدهم ومصرين وما عندنا مصاري بيصير من جيبته وبيدفع، مثل من بده يعمل نايب بيصرف ملايين الدولارات. صحيح. بيصرف ساعتها من جيبته تننتخب رئيس بلدية أو مختار، معلش خلاص. لكن بارح يستحوا لك والله بموريتانيا، أنا قلت 10 مرات بارح تفاجأت بموريتانيا إنه عم بيعملوا انتخابات نيابية وبالوقت ذاته انتخابات بلدية بموريتانيا. حلو، بركي بيجوا بيعملوا دورة عنا منقلهم له عيب اللي عملتوه. بركي نحن منتعلم منه، مش ما لازم نعلمهم على نحن الغلط اللي عم نعمله. بدي فوت على آخر فاصل إعلاني منرجع نكمل حديثنا، فاصل ونتابع. إذا عودة لكم مشاهدينا، معالي الوزير يعني كنا عم نستمع تحت الهواء على ما قاله وزير الداخلية والبلديات بالنسبة لموضوع التشكيلات والتعيينات والترقيات. يعني شو تعليقك؟ أنا تعليقي يعني بستحق لك إنه في ضباط طلعوا المفروض يترقوا، بس طلعوا برتبة عقيد لأنه صار عمره 56 سنة، وبرتبة عميد بيصير عمره 58. هلا عم بيربحون جميلة إنه بده يعلق رتبة عميد وهو صار عمره 60 سنة. يعني ما انبسط بهاي الرتبة ولا حتى على كتفه. ليش يعني وعم بيخبروه هلا إنه هو صار، عم بيخبروه إنه نحن رقيناك بسنة ال 94 عن جد رقيناك. ايه عم يربحوه جميلة، زاد معاشه، زاد معاشك 100,000 ليرة دولار عن جد. يا عيب الشوم، مشان هيك قلت لك انه لو السياسيين بيبعدوا قد ما فيهم كلهم عن الاجهزة العسكرية والامنية كنا بألف خير. بس خي صار هلا هذا الضابط المعتر ليترقى او ليتعمل تشكيلات ما بقى يرد على رئيسه، وعسكري عسكري عسكري مدعوم من رئيس حزب اقوى من الضابط، ما بيرد، بيعطيه اوامر ما بيرد عليه، بيحاولوا مجلس تأديب ما بيطلع شيء. ما تتدخل هالقد التدخلات ما أنا مع انه قبل كانت كليا غير، يعني عن جد بالسلك العسكري. كان في دوله على ايامنا، كان في دوله على ايامنا، هلا وين هي؟ وني عم نحلم فيه؟ أنا بحلم أرجع لسنة الستين، وصرت قايلها أكثر من مرة. سنة الستين كان في إشارات ضوئية للسيارات، أول دولة عربية بتحط إشارات حمراء وأصفر وأخضر للسيارات، أول دولة بتحط بين رصيف ورصيف مسامير وبيمرق المواطن بين المسامير إذا بده يقطع من رصيف لرصيف، أول دولة بيسوفر العسكري وبيقول له تعافى رجيني الهوية إذا مش حملها الضابط 5 ليرات، أول دولة كانت تنزل الفرقة 16 فيها 2 عسكرية يسكروا المنطقة والزعران محلي بس يشوفوا سيارة مكتوب صح عليها فرق فيس في 16 كان يهرب. كان في دولة
مزبوط، معك حق بكلامك عميد. يعني كان في هيبة، كان في العالم تحسب حساب للسلك العسكري أكثر بكثير. وقضية فصل السلطات كنت عم تحكيني عنها، يعني هيدي كانت ملفتة. طبعا مهما حبتي للقضاة اللي موجودين بمجلس الوزراء فعالين، مثلا وزير الداخلية ممتاز والوزراء الباقيين ممتازين، بس أنا بدي أسأل عن فصل السلطات، كيف يحق للقاضي أن يكون وزيراً بدون ما يقدم استقالته من القضاء؟ كيف؟ معقولي بكرة يرجع على القضاء؟ طب ما أنت انغمست بالسياسة وصارت السياسي لراسك، وصرت عم بتفكر تعمل رئيس حكومة إذا سني، وتعمل رئيس جمهورية إذا ماروني، وتعمل رئيس مجلس نواب إذا شيعي، وأنت بدك ترجع بكرة تحكم باسم الشعب اللبناني كقاضي قعدت 3-4 سنين تشتغل بالسياسة، وين فصل السلطات؟ بيقدم استقالته وبيعمل وزير. صح. طب أنا ظابط خي، أنا ظابط، ما هيك؟ طب ليه هو ما بيقدم استقالته؟ أنا بحق، أنا لازم أقدم استقالتي تعمل وزير داخلية. شو السبب؟ بعمل وزير داخلية وبرجع عامل. ليش يعني؟ لا هيدي إيه وهيديك لا، وأكثر من هيك. ليش هالازدواجية المعايير يعني؟ وأنا أكثر من هيك بدي لك، ليش قائد الجيش على طول بيعمل رئيس جمهورية؟ لا. طيب ليش رئيس مجلس، رئيس مدير عام قوى الامن الداخلي سنه وفئه اولى مثله مثل قائد الجيش؟ لا هذا بحق له يعمل رئيس جمهوريه وهذاك ما بحق له يعمل رئيس حكومه. بالفعل. شو السبب؟ شو السبب؟ خلاص بعدوا الاجهزه العسكريه عن السياسه، خلصنا، بيخدم بفل على بيته. مش من هلا انا عم بحكي، مش هلا انه حس جوزيف عون جاي او ممكن او اسمه مطروح، بكره اللي بعد جوزيف عون. صح. واللي بعد دائما قائد عون. الجيش هو اسم يعني للرئاسه دائما، خليها تكون مناصفه، فلتكن كل قائد جيش يعمل رئيس جمهوريه ومن قد التحيه، بس كل رئيس مجلس نواب، كل مدير عام قوى امن داخلي بيعمل رئيس حكومه، وكل مدعي عام تمييز بحق له يعمل رئيس حكومه. خلينا نشيله، خلينا لشو، خلصنا بقى. أي. ما في السيارة ما بتكوع على جهة واحدة، أو بتكوع على كل الجهات أو ما تكوع. أو فينا كمان يكون رئيس الجمهورية مش بالضرورة يكون لا قائد جيش ولا قائد أمن. لا أنا عم بقول وقت اللي بده، لا 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 داخلي ولا مش بالضرورة. لا يعني يا عيوني ما بيصير إنه كان قائد جيش عسكري رئيس جمهورية وبيفهم بالعسكر، ورئيس حكومي بيجي ما بيفهم بشيء. يعني ما بيفهم بالعسكر. صح. ايه يجي مدير عام قوى الامن الداخلي يا اخي، يجي مدعي عام تمييز، لا هي لا وهيدي ايه. صح. بعد عندي 5 دقائق بدي اسالك عن موضوع النازحين السوريين، وخصوصا انه كان في موقف لافت لمسؤول السياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، شكلت صدمه للداخل اللبناني عندما اعلنها صراحه بمؤتمر بروكسل للنازحين رفض عودتهم الى بلادهم في انتظار انجاز الحل السياسي. اول شيء كيف قرات هذا الموقف وهذا الطرح الاستفزازي؟ خليني بس ما تقاطعيني. ايه تفضل. اول شيء في 3 مراحل بدهم يمرقوا سوريين، ما فيك تشيليهم فرد مره. لو الرئيس الاسد قال سوريين بدهم يمرقوا ب3 مراحل، اللي هن رح اشرح لي، بس قبل ما احكي لك على 3 مراحل انا شو شفت وقت كنت وزير. اني بلشوا يفوتوا على ايام، وبلشت المساعدات على ايام. وانا ما لي علاقه كان بالمساعدات الانسانيه، كان وزير الشؤون الاجتماعيه مثل هلا. جابوا لي ورقه وصل محطوطه له اسم المستفيد والسوبر ماركت اللي بده يشتري منه. يعني انت ما فيك تشتري الا من هالسوبر ماركت. تبين لي انه هذا السوبر ماركت بيدفع كوميسيون متفق مع الموظف طبعا من هالدول المانحه وبيتفقوا مع بعضهم. ليش انا قلت اللي عم بقول لك هيك؟ هي منفعه، لانه ما حدا رح يقنعني انه ما في منفعه بين الموظفين اللي معتمدين من الدول المانحه من UNHCR او من الجمعيات الخيريه اللي عندنا اياهم يلي لا يبتغون ربح وهن بيقبضوا رواتب منهم ومعاشات منهم هيك علنا طبعا، ما حدا بيسال. هو مش عم بيستفيدوا. ليش مش قبل ما احكي بثلاث مراحل ليش ما بيعطوك الداتا؟ صحيح. وقديش خي انا بدي شك، انا ظنان، انا خي بحق لي ظن. طيب هني عم بيدفعوا
ل 800 ألف سوري، ما هيك؟ ما بدهم يعطوك الداتا. طيب أنا بدي أسألهم لحضراتهم، إذا مات سوري بتضلوا تدفعوا له ولا المعاش تبعه بيروح لإلكم؟ طيب عاد أنا بدي أسألكم، إذا من هال 800 ألف في لبنانية بيناتهم معهم هوية مزورة سورية وعم بيقبضوا وبتستفيدوا منهم، قولوا لي إيه أم لا؟ قولوا لي. بعدين ال 800 ألف ما عم تعطونا إياهم ليه؟ لحتى بس يطلعوا بعيد رمضان أو بأي عيد ويرجعوا ما نكتشف أساميهم والأمن العام يمرقهم ويضلوا هني يدفعوا لهم لأنه عم يقبضوا كوميسيون عليهم، ما في شيء ببلاش. أنا وقت اللي عملت مع علي حيدر وما كفيت لك، قال لي بقيت أربع ساعات أنا وياه على التويتر، بقيت أربع ساعات أنا وياه، بتعرف شو بيقول لي؟ بيقول لي برمضان مبارح مرق 36 ألف سوري عيدوا بلبنان، قال لي نحن عيدناهم ورجعوا على لبنان. وين انتوا اللبنانيين ما بتوقفوا هون؟ عيدوا بسوريا ورجعوا على لبنان. ورجعوا على لبنان. وين انتوا ما بتوقفوا هون بتسألوا هون؟ لأنه أساميهم ما معنى ياها كأمن عام، معه هو بحق له يفوت ويطلع، معه إقامة، بس نحن ما معنا خبر إذا هو بيقبض صح من 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 حضرات اليو ان اتش سي ار. إذا جورج شو اسمه، جوزيف بريل شو اسمه؟ بيرام شو بريل؟ لا هذا تبع بريل، جوزيف بريل. إيه بريل هذا اللي بيغني، المطرب الفرنسي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. حبيبي يا عيوني، عم نقول لك زعجينا، إذا مش زعجينا خدهم لعندك تقبرني. ايه قالوا لهم اياها انه ثلاث مراحل معه. ثلاث مراحل باختصار لان خلص الوقت. اول مرحله بده يكون في عندنا حكومه ورئيس جمهوريه يعترفوا بالحكومه السوريه، نحكي بكل صراحه. اوكي. هيك ساعتها بنمرق قسم من السوريين. القسم الثاني بدنا نقلعه لجوزيف بريل. بوريل. ما بدي جوزيف، بدك يسميه، بدي اقنعه، قل له حبيبي بدل ما تدفع لهم هون بلبنان، اذا نيتك طيبه ادفع لهم بسوريا، وبسوريا خيي بيبقوا مرتاحين وبيعمروا بيتهم وبيرقوا ارضهم الزراعيه بيرجعوا بيه، وهون بيروح على القليله 800,000. اوكي. باردون 80,000. هاو اللي عم بيعطوهم. ثالث القسم الثالث والاكبر والاخطر هو انه الدول برا وبما على راسهم الولايات المتحده الامريكيه لن تقبل بعوده السوريين، خاصة المعارضة اللي عم تضغط اليوم، المعارضة السورية، قبل ما يتغير أو يصير في تعديل بالدستور السوري. أها. وتعرفي عدة اجتماعات صارت بين تركيا وسوريا ووفد المعارض، وكانت روسيا مشان المصالحات يعني. بأستانا اجتمعوا هونيكي ليعدلوا الدستور. نحن رحنا على الطائف من بعد عدلنا الدستور. هاودي نفس الشيء صحيح، والا لا امريكا رح تعترف بالرئيس الاسد ورح تضل العقوبات موجوده، ولا قطر رح تبعت وتفتح السفاره تبعها، ولا الجامعه العربيه اللي يمكن بكره يقطعوها. امبارح صار في احتجاج من الاتحاد الاوروبي حول اعاده العلاقات مع سوريا ومع الرئيس الاسد، يمكن يصير في مقاطعه بين الاثنين. بقى هذه اصعب شغله صحيح. هي اخر وحده حاج بقى نتعب، ومشان هيك هن حاطين قلبهم على ايدهم ما يصير في مشكل بلبنان، لانه اي مشكل بلبنان رح ينفتح الطريق البحرية ويروحوا على اوروبا. يمكن رح نوصل لهيدا الحل الاخير. صعب يعني صعب لانه كان هو يعني مثل اصدر امر اليوم بانه وقال موقفه وقراره ان للاتحاد خلي ياخذهم لعنده يعني للاسف مع ما حبتنا، لانه يعني انسانيا حرام، بس انتم يا سوريين عم بتجروا فيكم. أنا خلص وقتي، بدي أتشكر حضورك معنا العميد مروان شربل الوزير السابق، شكرا لك على هذه المشاركة معنا، وأيضا مشاهدينا الكرام الشكر لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.